كذلك اللون الرمادي غير هي الكوزينه كيف ما كتشوفوا راه فيها الضالات، حاولنا اننا نكاشفوا الضاله باش تعطينا منظر مناسب. هنا غادي تكون عندنا لاروت، إلا لاحظتوا بالنسبة للمطابخ اللي كيكونوا مبنيين راه كيكونوا صعاب شوية في الخدمة، بعض المرات كيكونوا كتكون العوجية بزاف. هادي درنا لها واحد الفورميكال كي غتشوفوا في الصور، كاشينا السارية باش تعطي مزيان. الداخل راه مسيباري بلالمنيوم، كذلك طاجينة بلالمنيوم. هنا راه كاين الزليج لأن هادي ضالة، لاحظتي بيطون. المشكلة اللي كدير لنا الضالة أنها ما كيكونش دابا ما عندناش كوان، هنا ما عندناش كيفاش نديرو الكوان، حاولنا أننا نديرو السابق. هاد ليزيطاج راه مرقة داخلة لداخل، والضالة إلا لاحظتو قريبة كاينة 62 بين الضالة والضالة 62، يعني تمن الفوق اضطرينا أننا نسقفوها، درنا لها فورميكا إلا لاحظتو من داخل راه مسقفة، يعني بقى غير لهنا اللي ما درناش له فورميكا بحال اللي مصوبين السلابط. باش غادي نفينيوها طلبات مجهود كثير. هذا كذلك الصندوق ديال الثلاجة، هذا راه مزيان لي زاكسيسوار لي كوا كيف العادة كيف ما كتخدم ليكم تقريبا راه نفس الشرح. وهذه الشبكة درناها اون فاس مع الثلاجة، كاين اللي كيبغيها فاس من هنا، كاين اللي كيبغيها مع لا كويزين من لين، كاين اللي كيبغيها يجي الثلاجة، المهم هادي يجي الثلاجة تكون عملية مع الثلاجة. كذلك الهيدروليك لتحت، هنا غيكون عندنا البوبيل تعرف، غادي نصاوب البوبيل لداخل يتحل الباب عليه يخرج، مازال ما صايبناش. هنا عندنا هاد البورت بطبيعة الحال، ثلاثة ديال البوبيل من جوا ثلاثة، وهنا هاد الاكسسوار ديال العطرية. دونك هنا طلعتنا الفران، غيجي غيدخل الفران كاستر يتركب لا بلاك يتحطو لي زاكسيسوار. كنتمناو هاد المطبخ يدخل على مولاه ان شاء الله بالخير والرباح والصحة والراحة. السلام عليكم.